من خلال هذا البوت يمكنك تجميع عملة الطون وتقوم بسحبها على المحفظة الخاصة بك. فكما تلاحظون هنالك حدث لتقسيم 1000 طن من خلال يعني الحدث أو هذه العجلة الموجودة في هذا البوت. سوف نتعرف على كامل التفاصيل في هذا الفيديو إن شاء الله. مرحبا بكم على قناة Profit in the World في حلقة جديدة وبوت جديد وربح جديد من هذا البوت إن شاء الله. لستدعمنا بلايك اشتراك تفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، وشكرا لجميع المشتركين على القناة. فكما قلت لكم دائما تابعوا قناتنا على التليجرام، لأنكم سوف يعني تتلقون كل ما هو جديد سواء في البوتات سواء في المشاريع التي نعمل عليها وأيضا التطبيقات والمواقع الخاصة بالربح من الانترنت. رابط قناتنا موجود في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. كما قلنا أنه هذا البوت أو هذا البوت الجديد يمكنك من خلاله ربح عملة الطن، لأنه هذا البوت عامل حدث كبير جدا وهو توزيع 1000 عملة طن لجميع المشاركين. وهذه هي الطريقة التي سوف نعمل عليها من أجل جمع هذه العملة. فكما تعرفون 1 طن تقريبا يساوي من 5 إلى 6 دولار. إذن سوف أترك لكم رابط هذا البوت في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت، بالإضافة إلى أنه موجود في قناتنا على التليجرام. إذن من مجموع هذه الخيارات كما تشاهدون راح نذهب مباشرة إلى العجل لنعرف كيفية يعني جمع عملة الطن، ثم نعود إلى البوت. إذن مباشرة نذهب إلى خيار العجلة، ثم نقوم بالضغط على خيار Open Card. كما تلاحظون كم تحصلنا، إذن تحصلنا على 0.04 من عملة الطن، ثم كونتيني مرة أخرى راح نتحصل على كم؟ تحصلنا على 2 سبين. كما تشاهدون أصبح لدينا الرصيد 0.02 من عملة الطن. لدينا 4 محاولات راح نقوم بتدوير هذه المحاولات كما تشاهدون، وهنا الأشخاص الذين حصلوا على هذه العملة كما تلاحظون أصبح في رصيد الآن 0.028. نقوم بالتدوير مرة أخرى، لاحظوا بهذا الشكل كم تحصلنا في النهاية. تحصلنا على تدويرة أخرى كما تشاهدون أصبح لدينا 6، أصبح لدينا 0.032. نقوم بتدوير مرة أخرى بهذا الشكل، عملة الطن أيضا 0.04، أصبحت لدينا 0.036. بالنسبة للحد الأدنى للسحب هو 0.2 من عملة الطن، يمكننا تجميعها ونبدأ في عملية السحب. كما تلاحظون أصبح لدينا 5 محاولات، نقوم بالتدوير مرة أخرى بهذا الشكل، تحصلنا على جوهرة واحدة. راح نقوم تحتاج إلى 10 جواهر من أجل سحب عملة الطن، مفهوم؟ تحتاج إلى كم؟ إلى 10 جواهر. أصبح أو تبقى لنا 7 جواهر من أجل سحب العملات الخاصة بنا، أصبح لدينا الآن 6 جواهر. الآن كما تلاحظون كم جوهرة واحدة، راح نقوم ب مرة أخرى بهذا الشكل. أظن أنه يعني تم يعني إنقاص الحد الأدنى للسحب، أصبح 0 على ما أعتقد 0.02. هنا بالنسبة لي عندما تنتهي المحاولات فضروري أنك تقوم بدعوة الأشخاص، فكل شخص راح تقوم بدعوته راح تحصل على محاولة واحدة. هذا هو رابط الإحالة، تبدأ بمشاركته مع الأصدقاء. إذا كان لديك هواتف أخرى فيمكنك عمل إحالات لنفسك، فهنا الأشخاص الذين سحبوا أو الذين تحصلوا على الهدايا الحالية المباشرة. بالنسبة للروز هنا أو القاعدة فيمكنك الاطلاع عليها من أجل معرفة، بالنسبة للسحب يكون من دقيقة إلى غاية 2 دقيقة. بالنسبة للمحاولات راح كل 24 ساعة يعطيك محاولات مجانية، أما إذا كنت تريد يعني محاولات أخرى فيمكنك دعوة الأصدقاء من أجل الحصول على المحاولات وجمع الرصيد وسحبه على المنصة أو على المحفظة الخاصة بنا لما نصل بطبيعة الحال إلى الحد الأدنى للسحب. إذا نعود إلى البوت بهذا الشكل، هذا هو البوت الخاص بنا. لدي حاليا 24,100
47 البرنز الخاص بي أو النقاط الخاصة بي. يمكنك تجميع النقاط من خلال الذهاب إلى هنا إلى ديلي تشيك، يعني مهام يومية وأيضا مهام أخرى خاصة بتويتر وتليجرام يمكنك يعني تنفيذها في غضون دقائق فقط، بعدها راح تجمع النقاط. لو ذهبنا هنا إلى هذا الخيار كما تلاحظون راح نذهب إلى خيار ستيك ثم نقوم بالضغط على خيار ماكس بهذا الشكل، ويمكننا الاستفادة مرة أخرى من هذا الرصيد. بالنسبة لهذا الحدث ينتهي بعد 6 أيام و12 دقيقة. يمكنك أيضا من خلال تزويد النقاط الخاصة بك عن طريق دعوة الأشخاص، من هنا تقوم بنسخ رابط الإحالة الخاص بك ومشاركته مع الأصدقاء، فكل شخص راح يسجل راح تحصل على 100 من عملة كاب أو كابيبارا كما تشاهدون، أو نقاط كابيبارا الخاصة بهذه العملة. إذا طريقة تجميع هذه العملة بالإضافة إلى حدث توزيع 1000 طن، أنصحكم باستغلال هذه الفرصة، لا تضيعوها. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.